بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث عديدة في المشهد السوداني. خصصنا حلقة هذه الليلة حول الذكرى الثالثة للثورة ديسمبر المجيدة التي أتت متزامنة مع المليونية 19 من ديسمبر 2021 الذي قال فيه الشعب السوداني كلمته بوضوح نحو المدنية الكاملة. أهم محاورنا لحلقتنا لهذه الليلة ذكرى 19 من ديسمبر بين الشرارة الأولى والميلاد الجديد، أيضا قراءة حول بيان رئيس مجلس الوزراء بالأمس حول الذكرى التاسعة، حول ذكرى 19 ديسمبر، أيضا مليونية 19 ديسمبر وتعبيد الطريق نحو الدولة المدنية. مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة. يسعدني ويشرفني يكون معي على الاستوديو ضيوفي الأكارم، بداية الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بركات النجار. مرحبا بك أستاذ بركات. مرحبا بك أستاذ عاصم، ومرحبا بضيفك الكريم، والتحية والتقدير للشعب السوداني. أيضا مشاهدي الأعزاء معي أيضا على الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد الأمين أبو زيد. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ عاصم، ومرحبا بالمشاهدين، ومرحبا بضيفك الأستاذ بركات. إذن مشاهدي الأعزاء، الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة، هذه الثورة التي طغت على العديد من الثورات في العالم عبر التاريخ الزمني القريب والبعيد، حيث متزامنة مع هذه الذكرى دعت لجان المقاومة وأجسام ثورية أخرى وتجمعات مهنية وتنظيمات سياسية دعت إلى مليونية حاشدة بالذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة، وتجديدا للوفاء للشهداء، وكذلك المطالبة بالحكم المدني الكامل في السودان. وسميت هذه المواكب بمواكب حصار القصر. التاريخ مرة أخرى من جديد يعيد نفسه، هذه المرة في 2021، حيث كان بالأمس أجداد هؤلاء الأبطال يحررون القصر أيضا من الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بسلاحها بعتادها، في حين كان الأجداد فقط يحملون الأسلحة البدائية. هذه المرة في 2021 الأحفاد مرة أخرى يحاوطون القصر ولكن بدون أي أسلحة، سلميين عزل، الهتافات تملأ حناجرهم مطالبة بالدولة المدنية الكاملة. لوحات اليوم رسمها الشعب السوداني للعالم أجمع بأنه ماض في طريقه نحو التحول الديمقراطي والانتقال المدني في السودان، وخطوة جديدة نحو تعبيد الطريق الكامل للدولة المدنية. بداية أستاذ بركات النجار، اليوم يوم استثنائي في السودان، يكاد يكون يوم تاريخي متزامنا مع الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة، مليونية جابت كل العاصمة ومدنها الثلاثة، أقاليم عديدة ومدن في السودان تجوبها مظاهرات عديدة جدا مطالبة بالتحول المدني الكامل. نعم عاصم، اليوم تاريخ 19 ديسمبر تاريخ مميز في السودان منذ العام 1955، تحرير الخرطوم وإنجلاء المستعمر أو إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، كذلك 19 ديسمبر اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة في 2018، والتي يعني تمكنت من اقتلاع ديكتاتورية عديدة ظلت تعيش في السودان فسادا لمدى 30 عاما. واليوم أيضا 19 ديسمبر إعادة تصحيح الأخطاء التي صاحبت ثورة ديسمبر والعودة بها إلى المسارات السليمة بعد أن حاول البعض الانقلاب على طموحات الشعب وإرادة الشعب وأمنياته بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب منذ 19 ديسمبر 55 وحتى 19 ديسمبر 2021. أعتقد أن الشعب السوداني قدم الكثير من أجل دولة يحلم بها ظلت بعيدة المنال لأسباب عديدة، منها طموحات العسكر، منها فشل النخب السياسية في
تكوين دولة أو بناء دولة بشكل حديث توفر الأمن والسلام والتنمية والاستقرار والرفاه لكل أبناء الشعب السوداني. ما زال السودانيين بعد أكثر من 65 عاما منذ تاريخ إعلان الاستقلال من داخل البرلمان يبحثون عن أبسط مقومات الدولة في شوارع الخرطوم أمام القصر الجمهوري وأمام مراكز الحكومة في الولايات للأسف الشديد. لذلك أعتقد أنه 19 ديسمبر بداية حقيقية لتحقيق تلك التطلعات التي أزيلت. نعم، سنعود لتفاصيل هذه التطلعات التي يتمناها الشعب السوداني ويعمل من أجلها يعني يمكن بكل تجرد. أستاذ محمد الأمين أبو زيد، 19 ديسمبر رمزية هذا اليوم تحديدا، وأيضا التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى اليوم، جماهير الشعب السوداني كلها تخرج وتهتف مطالبة بالدولة المدنية. طيب، حقيقة 19 ديسمبر ذكرى عزيزة على قلوب السودانيين، تمثل رمزية في الزمان والمكان. 19 ديسمبر 1955 إعلان الاستغلال السياسي للسودان من داخل البرلمان عبر طرق سلمية إلى أن وصلت إلى إعلان الاستغلال من داخل البرلمان في 55. وبذات العنفوان 19 ديسمبر 2021 هي تجديد لذكرى ثورة ديسمبر التي بدأت في ديسمبر 2018 في ذكراها الثالثة. وأيضا 19 تحمل دلالة المكان القصر الجمهوري الذي توجهت إليه جموع المتظاهرين اليوم أيضا دلالة تاريخية بعيدة جدا، كما أشرت أنت في مقدمة حديثك. بعد 136 عام تتمثل هذه الرمزية لدى الشعب السوداني في التوجه نحو القصر الجمهوري ومحاصرة القصر الجمهوري باعتباره رمز سيادة الدولة. في السابق كان رمز سيادة المستعمر، استطاع أجدادنا في قواد الثورة المهدية البواسل أن يحرروا الخرطوم من خلال استهداف قصر غردون، والآن يتوجه الثوار في ذات اليوم وفي بذات الدلالة البحث عن الحرية والديمقراطية التي بدأت في 55 عبر وسائل سلمية، تحقق الاستقلال بطرق سلمية. الآن بعد هذا التاريخ الطويل أيضا يعني ما زال شعبنا يبحث عن بدايات الاستغلال الأولى في البحث عن الحرية والديمقراطية من خلال التجديد الثوري لثورة ديسمبر التي قطعها انقلاب 25 أكتوبر 2021. فبالتالي 19 ديسمبر حقيقة بتمثل يعني ذكرى بعيدة في التاريخ وفي نفس الوقت متجددة بتجدد الثورة وبتجدد أهدافها وبتجدد آلياتها والبحث عن الوصول لدولة مدنية ديمقراطية كاملة كما تعبر أهداف وشعارات الشباب في هذه الموجة الثانية من ثورة ديسمبر المجيدة التي نتمنى أن تتكلل بالانتصار لصالح جماهير شعبنا في السودان. نعم، أستاذ بركات النجار، لو تحولت إليك يمكن قبل ما ندخل في المليونية 19 ديسمبر اليوم، لكن دعني أتحدث معك عن الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة. تحديات عديدة واجهت الفترة الانتقالية 3 أعوام، تقييمك للتجربة حتى ما وصلنا إليه الآن؟ أعتقد أن التقييم الموضوعي لتجربة الثلاث سنوات هنالك إشراقات كبيرة كانت قد حصلت أو حدثت خلال الفترة، وأهمها الإشراقات المعروفة حول عودة السودان لمحيط الدولي والإقليمي، إضافة إلى محاولات وضع الاقتصاد في التراك السليم وإعادة هيكلته وما إلى ذلك. وأيضا هنالك انتكاسات كبيرة عادت السودان إلى المربع الأول. أعتقد أنه نحن الآن في حالة أسوأ مما كنا عليه في 2018، في ديسمبر 2018. يعني حتى الإنجازات الاقتصادية التي تحققت هي الآن تم وعدها بالكامل. يعني في أبسط الأشياء، كنت قبل أيام أقرأ في موقع IMF صندوق النقد الدولي الشروط التي تم الاتفاق عليها مع حكومة السودان السابقة وحكومة الحكومة الثانية، اللي هي عديد من الشروط من ضمنها كان أهم الاتفاقات أن هنالك خبراء اقتصاديين موجودين في السودان ويعملون داخل الوزارات ومن
ومن ضمن تلك الوزارات والمؤسسات الشركات الحكومية التابعة للمؤسسات العسكرية، كان هنالك اتفاق واضح أنه يبدأ هؤلاء الخبراء في تقييم أو عمل أوديت، مراجعة داخلية للشركات التابعة للحكومة، تحديدا الشركات التابعة للجيش وهي حوالي 24 شركة، مراجعة داخلية، ويصهر تقريره في شهر جون 2022، يبدأ من يناير وينتهي في جون. وبناء عليه كانت هنالك كثير من الوعودات للمنح والأموال التقرير في نهايته يتحدث عن أن كل ذلك توقف الآن. هو نعم قيل إنه يعني مكتوب بشكل واضح إنه تم تجميد كل الاتفاقات، لكن أيضا في مناطق أخرى يحدد إنه تم تحويل كثير من الأموال التي كانت مخصصة للسودان لدول أخرى، لأنه الدورة المالية بالنسبة لصندوق النقد الدولي تم إغلاقه تماما، وليس هنالك فرصة لدعم أي حكومة في الفترة الحالية ما عدا إلا في الدورة المالية الجديدة للصندوق. أعتقد خسرنا الكثير على المستوى الاقتصادي. على المستوى السياسي تشرذم القوى السياسية وانقسمت وتقاسمت، وحصل هنالك تفتيت لكثير من الشعارات التي كانت تتوحد حولها قوى الثورة، تحديدا حرية وسلام وعدالة، واختلفت زوايا النظر لكثير من القضايا اللي كان متفق حولها. وأعتقد يعني ذلك هو ما يهدد الآن استقرار السودان، عدم الوصول أو الاتفاق حول رؤية واحدة، ويكاد يكون هو أحد الأسباب التي يعني أوصلتنا إلى هذا الوضع حاليا. دعني أنتقل لي الأستاذ محمد أبو زيد في نفس الإطار. إذا حاولنا أن نجرد الثلاث أعوام الماضية ونحن في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة، نجد أن هناك العديد من المحطات، تحدث أستاذ بركات عن أن هناك إنجازات خصوصا على الصعيد الخارجي، لكن على الصعيد الداخلي توحيد قوى الثورة والمضي قدما للفترة الانتقالية كان هناك عثرات عديدة. تعليقك أستاذ محمد. طيب، حقيقة في الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة ينبغي أن ننطلق من الواقع الموضوعي الذي نعيشه الآن، وهذا المواقع يؤشر يعني حالة من أزمة وطنية يعني مستفحلة وقديمة. هذه الأزمة الوطنية لم تبدأ حقيقة مع بداية الحكومة الانتقالية، وإنما هي أزمة ممتدة من فترة طويلة، وكان ينبغي حقيقة على الحكومة الانتقالية إذا ما كانت حكومة حقيقة منسجمة انسجاما تاما، كنا نتوقع أنه في العام الثالث أن نحتفل بإنجازات الثورة يعني على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي، ولكن للأسف الشديد يعني لطبيعة التحديات الكبيرة التي واجهتها الفترة الانتقالية، وأول هذه التحديات هي يعني عدم يعني استطاعة القوى التي نفذت الثورة والقوى التي قادت الفترة الانتقالية على أن تؤسس لتحجيم أو لجم علاقة العسكر ودور العسكر المؤسسة العسكرية في السياسة، مما جعل هذه المؤسسة العسكرية إلى بعد عامين من الفترة الانتقالية أن تتحرك حقيقة وتجهض تطلعات الشعب السوداني في الحرية والتحول المدني الديمقراطي بانقلاب 25 أكتوبر. أيضا لا نستطيع أن نقول أن كل الفترة الانتقالية زي ما ذكر الأستاذ بركات فيها كثير من الإيجابيات، وفيها أيضا كثير جدا من السلبيات المتعلقة بقضايا مركزية متعلقة بالتحول المدني الديمقراطي ومتعلقة بالانتقال الديمقراطي بشكل أساسي. وأفتكر يعني هذه التحديات وهذه العقبات التي واجهت حكومة الفترة الانتقالية تكاد تكون معلومة لدى الجميع، يعني من ضمنها يعني إنه لم تكن هنالك علاقة طبيعية ومنسجمة ما بين مكونات الفترة الانتقالية، سواء كان المكون المدني أو المكون العسكري. أيضا هنالك تحديات اقتصادية تمثلت في عدم الإشراف التام من قبل وزارة المالية على النشاط الاقتصادي في البلد، وبالتالي أصبحت المؤسسة العسكرية ومؤسسة والدعم السريع يمتاز بوضع اقتصادي ممتد من النظام السابق، عدم القدرة على تفكيك بنية النظام السابق تفكيك تام، القدرة على تحقيق شعار العدالة الانتقالية، عدم القدرة على التصدي لكثير جدا من مهام الفترة الانتقالية جعلها حقيقة يعني في لحظة من اللحظات
يعني بالإضافة إلى ما ذكر حول الصراع السلبي يعني داخل القوى السياسية سواء كانت المدنية أو بين أطراف الحكم بشكل عام المدنية والعسكرية، الصراعات المعروفة لدى الجميع. فبالتالي هذه يعني كلها كانت معوقات وتحديات واجهتها الفترة الانتقالية، واستطاعت حقيقة أن تصل بنا إلى هذه المحطة التي نقف أمامها الآن، ولكأننا الآن في 19 ديسمبر وما قبله منذ 25 أكتوبر نبتدي ثورة جديدة بذات العنفوان الذي بدأت به ثورة ديسمبر. وبالتالي كأنما يعني 25 أكتوبر أرجعنا إلى المربع الأول وبدأنا بشكل جديد. نعم، إذن مشاهدي الأعزاء حول الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة ومليونية 9 من ديسمبر، وكذلك البيان الذي تلاه رئيس مجلس الوزراء بالأمس بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة المجيدة، أعددنا هذا التقرير نستمع إليه سويا ثم نعود إليكم لاحقا. إذن مشاهدي الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بضيوفي على الاستوديو أستاذ بركات النجار. لو تنقلت إليك، يمكن الآن لجان ثورية، لجان المقاومة وجهات أجسام أيضا ثورية، تجمعات تنظيمات سياسية وتجمعات مهنية عديدة دعت إلى مليونية اليوم، أعداد هائلة في المدن الثلاثة للعاصمة الخرطوم والمدن وأقاليم السودان. يمكن يعني من 25 أكتوبر حتى اليوم يتكاد تكون هي المليونية الأكثر حشدا. تقييمك لما حدث اليوم؟ نعم، أعتقد أنه إلى الآن يعني يمكن القول بملء الفيه أن لجان المقاومة فعلا أثبتت أول شباب الثوريين بشكل عام، إن كانت لجان مقاومة أو غيرها من التنظيمات الثورية، أثبتت بشكل فاعل أنها هي الفاعل الأساسي في المعادلة السياسية في السودان، وهي القادرة على قيادة هذا البلد إلى بر الأمان. الدعوة لمليونية 19 ديسمبر التي شهدناها اليوم تحشد ملايين الناس في العاصمة الخرطوم، في عديد من الولايات، حتى قرى صغيرة. أنا تابعت بعض التظاهرات في مناطق نائية جدا في شمال السودان، في غرب السودان، في شرق السودان، في غير من المناطق، غير العواصم، يعني غير عواصم تلك الولايات. أعتقد حشدت الملايين، وكانت حقيقة هي تظاهرة أو استفتاء حقيقي لرفض الشعب السوداني للانقلاب 25 أكتوبر. أعتقد كما دائما يتخوف الكثيرين من أن اللجان الثورية، اللجان المقاومة والأجسام المهنية ليس لديها إلى الآن مشروع سياسي يتوازي أو يتوافق مع الحراك الثوري على الشارع، وهذا يعتبره الكثيرون خصما على الحراك الثوري. لكن أعتقد أو تحديدا اليوم الشعارات التي رفعها الثوار ولجان المقاومة في الشوارع على امتداد السودان، وكذلك البيانات التي كانت تصدر منهم بشكل متواتر، كانت بيانات واعية وتؤكد بدليل قاطع إنه هؤلاء الشباب واعين وقادرين على اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب والخطوة المناسبة في اللحظة المناسبة، بناء على تواجدهم في شارع، بناء على خبرتهم منذ 2018. هؤلاء الشباب في الشوارع أعتقد أنهم قادرين على اتخاذ، لأنه محاولة إملاء أو طرح رؤية فوقية من النخب السياسية ليتمسك بها هؤلاء الثوار أعتقد كانت هي السبب الأساسي في فشل التجربة السابقة وأدت إلى انقلاب 25 أكتوبر. ولذلك أعتقد أنه هؤلاء الشباب قادرين على إنتاج المشروع السياسي الذي يتوافق مع الحراك على الأرض والحراك الثوري. نعم أستاذ محمد أمين أبو زيد، يمكن في نفس إذا تحدثنا في نفس الإطار حول المليونية اليوم، في الجانب الآخر تابعنا يمكن مدن وأقاليم عديدة جدا في بورسودان، في مدني، في الخرطوم، هناك الآن اعتصام، أو هناك حول القصر توجد ممارسة للقمع لهذا الاعتصام. في مدني تم السيطرة على مبنى الأمانة الولاية، كذلك في بورسودان. مؤشرات هذا التصاعد الجماهيري؟ طيب، حقيقة من الأشياء البارزة
أو من السمات البارزة لمليونية اليوم، يعني علاوة على الأعداد الكبيرة جدا التي شاركت في المليونية سواء كانت في الخرطوم أو في الأقاليم، يعني الملاحظ أو السمة الأساسية لهذه المليونيات هو العنصر الشبابي الذي يشكل هذه المليونيات بنسبة تكاد تكون 90%، وأفتكر هذا مؤشر ممتاز أو مؤشر إيجابي إلى أن مستقبل السودان حقيقة معقود على هؤلاء الشباب، وأن المستقبل حقيقة للشباب بشكل عام. الجانب الآخر أيضا من سمات هذه المليونية أنها ترافقت مع أيضا حركة واسعة جدا، حركة شعبية جماهيرية واسعة جدا لرفض الانقلاب في مراكز وعواصم الولايات، وانتهجت ذات الآلية في الاعتصام وفي التظاهر وفي محاولة محاصرة رمز السلطة في الولاية اللي هو أمانة الحكومة في الولايات. حصل هذا في بورسودان، وحصل هذا في مدني، وحصل هذا في الأبيض، وحصل هذا أفتكر في الفاشر وفي غيرها من مراكز الولايات في السودان. هذا يعني فيه نغلة كبيرة جدا في كيفية وآليات الحراك الشعبي الكبير. حقيقة في جانب مهم جدا لابد أن ننظر إليه، ما يتعلق بحراك اليوم حقيقة يعني حراك كبير جدا، حراك بيعتبر نغلة كبيرة جدا، يعني إن اكتفى بهذا، ما دارين نخش في احتمالات تطور هذا الحراك، لكن إذا اكتفى بهذا اليوم وبآلية محاصرة القصر الجمهوري ومراكز الحكومة في الولايات، أنا في تقديري معنوياً السلطة الانقلابية سقطت، لأنه هذا تعبير عن رفض السلطة الانقلابية في مؤسسات السيادية نفسها أو الرمزية السيادية لهذه الحكومة في القصر الجمهوري وفي مراكز الولايات، بما يعني إنه هذا الانقلاب كما تقول الشعار المركزي الذي يكاد ينطق به كل شباب السودان، الشعبي أقوى والردة مستحيلة، أصبح واقع يؤكد أنه لا مستقبل إطلاقا للحكم العسكري في السودان مستقبلا. نعم، عودة للوراء بعد 25 أكتوبر وهذا العمل التراكمي الكبير الذي يحدث في السودان، يمكن كان هناك تعبير في بداية شهر ديسمبر بالجدول الديسمبري وأن هناك تصعيد، واليوم كان يعني باين للعيان أنه هذا التصعيد كيف حيكون شكله وكيف ممكن يكون في الأيام المقبل. أستاذ بركات، بالأمس في ظل هذا التصعيد والرفض الشعبي بالأمس خرج بيان من دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، يعني بيان بمناسبة الذكرى الثالثة، عبر فيه عن أنه ضرورة توافق القوى السياسية حول ميثاق سياسي وضرورة الجلوس في طاولة الحوار والبدء من هذه النقطة مرة أخرى، تطوير هذا الإعلان السياسي حتى يصبح متكامل. ما يصرح به أو ما جاء في بيان عبد الله حمدوك وما يحدث في الشارع السوداني من رفض الشعبي، كيف لهذين الخطين أن يستقيمان؟ يعني الملاحظة الأساسية في بيان رئيس الوزراء أمس، أعتقد أنه تجاوز مرحلة سننتصر وسنعبر وما إلى ذلك إلى لأول مرة لمخاطبة بعض جوهر القضايا، لكن للأسف الشديد أن البيان نفسه يعتمد على طرح فكرة التفاوض أو فكرة الوفاق الوطني أو الكتلة السياسية الضخمة التي تدعم الانتقال الديمقراطي، وهي فكرة أساسية ظل يطرحها رئيس الوزراء منذ بداية الفترة الانتقالية ولم تتحقق ولن تتحقق، لأن هنالك كثير من القضايا المختلف حولها. واحدة من النقاط الأساسية أيضا أن رئيس الوزراء نفسه كان بالإمكان أن يكون هو المحور في تحقيق تلك الكتلة منذ البداية، عندما طرح عليه برنامج إعلان الحرية والتغيير، اللي هو برنامج أعتقد البرنامج اللي سعى فيه حول الفترة الانتقالية، إن كان قد تمسك بذلك أعتقد منذ البداية كان يمكن أن يشكل تلك الكتلة الحرية أو الكتلة الضخمة التي كان يريد أن يكونها أو أن يحققها لتحقيق انتقال آمن، لكن للأسف هو ترك كل ذلك البرنامج وتبنى برنامج يخصه، والآن أيضا بعد اتفاق ثنائي مباشر من غير صفة بين المتفقان الاثنين، يعني ليس لديهم لا صفة دستورية ولا صفة قانونية، يريد أن يحشد القوى السياسية حول هذا الإعلان. بالتأكيد هذا شيء من المستحيل، فالشارع قال كلمته الواضحة،
بناء وعطفا على ما انجز خلال الثلاث سنوات الماضيه. نعم، هنالك حتى يعني استاذ بركات، دكتور عبد الله حمدو كانت لديه حاضنه سياسيه، كان لديه قواعد في تلك الفتره، الان هو يعمل لوحده. نعم، يعني فمن المستحيل ان ينجز شيئا. حمدو اعتقد انه للاسف الشديد كرت وانتهت مده صلاحيته، غير مفيده الان نهائيا، وليس وليس نعم. هنالك اي مستقبل مقرون بشخص حمدوك نعم. او باسم حمدوك في السودان. نعم استاذ محمد الامين، في اذا تحدثنا عن بيان دكتور عبد الله حمدوك، التوقيت نفسه، توقيت البيان قبل ليله من في الذكرى خرج البيان مكتوب الينا، وكذلك يعني يمكن هناك كان اعلانات وحشود كبيره جدا وتجهيزات ومواكب ليليه ل 19 ديسمبر، يعني حتى الشارع السوداني لم نشاهد رده فعل حتى هذه المره على البيان. قراءتك لبيان دكتور عبد الله حمدوك في التوقيت هذا؟ طيب، حقيقة يعني في البداية لابد من الإشارة إلى أن شعبنا منذ استغلال السودان في 56 يعني رفض الربط ما بين الغداسة والسياسة، وبالتالي يعني أفتكر هذا تجسد بشكل واضح جدا في ثورة ديسمبر. عبد الله حمدوك، دكتور عبد الله حمدوك أتى بتوافق كبير جدا ما بين كل المكونات السياسية والكتل التي غادت الثورة، ولكن للأسف الشديد يعني هذا التوافق لم يستثمر الدكتور عبد الله حمدوك لصالح تحول المدني الديمقراطي ولا لصالح السودان بشكل عام، حيث حصل على يعني شعبية كبيرة جدا وقبول كبير جدا، قبول شعبي كبير جدا، لكن للأسف الشديد في أول يعني منحنى وأول تحدي فقد هذا القبول، وبالتالي لم يعد الارتباط يعني برمزية حمدوك في الفترة السابقة ارتباط شخصي، إنما هو ارتباط ببرنامج وأهداف كما ذكر الأخ بركات. يعني فقدانه لهذا الارتباط بهذا البرنامج وبهذه الأهداف بشكل طبيعي حوله إلى خانة فقدان هذه الشعبية وهذه الجماهيرية. الحقيقة البيان الخطاب المبارح يعني هو خطاب أنا في تقديري بيعبر عن حالة بتاعت يأس وغنوط من 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 الموقف أو من المشهد الحالي. السياسي العام. وهذا يعني هل كان لدكتور عبد الله حمدوك تصور آخر غير الذي أتى به، أنه سيوقع على إعلان 21 نوفمبر وبعد ذلك سيجد بعض القوة تلتف حوله ويستطيع قيادة تكملة المرحلة الانتقالية؟ للأسف الشديد دكتور عبد الله حمدوك تنكب الطريق الخطأ في البحث عن حوار وفي البحث عن توافق. إن الذي يبحث عن حوار بين القوى السياسية وعن توافق بين القوى السياسية لابد أن يسلك الطريق الصحيح في أن يبتدر هو نفسه صيغة هذه الحوار وآليات هذه الحوار، مثل ما كان هو رئيسا للوزراء في الفترة السابقة يقدم المبادرات ويقدم المبادرات لجمع الصف الوطني والصف السياسي حول الثورة بشكل عام. لكن للأسف الشديد يعني الإعلان السياسي هو كان عبارة عن يعني حوار طرشان طم ما بين عبد الله حمدوك وما بين السلطة الانقلابية بواسطة وسطاء، يعني حتى عبد الله حمدوك لم يشارك فيه يعني قاعدته السياسية التي أتت به نفسها الحرية والتغيير، ولم يشارك به القوى السياسية الأخرى. وأيضا عندما أتى واستلم رئيس للوزراء كان ينبغي عليه إن كان حريصا على هذه القوى حقيقة أن يفتح باب واسع جدا للحوار، والحوار هو الذي ينتج الآليات، لكن يعتمد على مجموعات هي تعد مشاريع سياسية وتطرحها للقوى السياسية كأنما هو تفكير بالنيابة عن القوى السياسية، وهذا طبعا لا يمكن أن تقبل به قوى سياسية عريقة وقوى سياسية في لديها تاريخ في المشهد السياسي في السوداني، يعني أن تبقى هي أداة لأن تبصم على إعلانات جاهزة بدون أن تشارك في صياغة هذه الإعلانات. فلذلك دكتور عبد الله حمدوك حقيقة بالخطاب بتاع امبارح أنا في تقديري يعني أفرق كل ما في داخله وفي رؤية تجاه المشهد السياسي، وعبر عن رؤية قاتمة جدا حقيقة وعن حالة بتاعت فشل. ولأول مرة حقيقة يعني أنا أشعر بأنه يعني خطابات دكتور عبد الله حمدوك السابقة كانت مختلفة في المضمون وفي الرؤية عن هذا الخطاب البائس يعني حقيقة. نعم أستاذ بركات، لو تنقلت لك يمكن يعني دعنا نتحدث عن أن هناك تعقيدات في المشهد الآن، الشارع السوداني هو من يتسيد الموقف باعتبار اليوم النتيجة الطبيعية، هناك مبادرين لإعلان سياسي لتوافق سياسي جديد، في نفس الإطار لا يوجد برنامج واضح لدى يمكن تكون يعني هذه اللي الآن كما حدث في السابق، يعني يمكن بعد ثورة ديسمبر يمكن بعد أبريل كان هناك ليست يعني لم يكن هناك خطة واضحة لكيف ستدار هذه الفترة الانتقالية. الآن نفس الإطار، يعني حتى إذا كان هناك نجحت هذه الرفض الشعبي الواسع في
في تغيير ما حدث في 25 أكتوبر واسترداد السلطة المدنية بشكل كامل، كيف سيكون العمل؟ ما الحل الآن؟ أمامنا فترة بسيطة يمكن عام ونصف، لكن قراءتك للحلول المستقبلية. أنا أعتقد يعني محاولة التركيز على ضرورة وجود إعلان سياسي متفق حوله أو اتفاق حول القوى السياسية في السودان لنجاح الثورة كضامن لنجاح الثورة هو تفكير قاصر. الثورة ظلت منذ اندلاعها في 2018 كان السؤال المحوري من هو البديل للبشير، وظهر حمدوك وظهر الكثير من القيادات، وما هو البرنامج البديل، وأن الأحزاب لن تتفق كما كان يتم تداوله في كثير من القضايا. مثلا عند في 2005 عند انفصال جنوب السودان بعد الاستفتاء كان الحديث عن أن جنوب السودان يتكون من القبائل وسيكون حول هنالك نزاع إلى ما لا نهاية وحروب أهلية إلى ما لا نهاية وستفشل الدولة. كذلك الثورة هي الثورة في تاريخيا الثورات هي تصنع أبطالها وتصنع برنامجها و تتمخض عنها رؤية سياسية وتتمخض عنها قيادات، وكل ما تحتاجها الثورة للاستمرار ولتحقيق أهدافها تصنعها بنفسها. لا لا، مجرد الاتفاق أو التركيز على ضرورة وجود اتفاق هو يحقق لحد كبير يكون عثر أمام النجاح الثورة، وهذا ما حدث تماما في 2018 بعد أو في أبريل. كان من الإمكان إذا رفض الشارع الدعوات التي كان يقدمها المرحوم الأستاذ علي محمود حسنين بضرورة عدم التفاوض مع العسكر والاستمرار في الشارع وتكوين حكومة من داخل الاعتصام أو إعلان حكومة من داخل الاعتصام القيادة العامة، لو تم ذلك أعتقد كنا تجاوزنا الكثير من الإشكالات التي حدثت الآن. لأن الثورة نعم تمر بمصاعب وبهبوط وصعود وكثير من الإشكالات، لكن الحتمي فيها كما في كثير من ثورات التي حدثت في العالم هي من تصنع رؤيتها وهي من تصنع قيادتها إلى ذلك. أعتقد لذلك يعني مفروض في الفترة القادمة أن تؤمن النخبة السودانية بهذا بهؤلاء الثوار بهؤلاء الشباب، أن تؤمن بقدرتهم على ميلاد سودان جديد من داخل كل تلك الظروف والتعقيدات. اصلا ليست هنالك ثوره يعني يرسم طريقها على الورق وتبدا من نقطه البدايه الى نقطه النهايه وتصل الى الهدف. نعم تلك لا تسمى ثوره، تمر بمخاضات عسيره. نعم ونحن الان نمر بهذه المرحله من ديسمبر 2018 قليل من حتى الان قليل. نعم من الايمان بالشعب أعتقد أنه سيوصلنا إلى الطريق السليم. نعم بإذن الله. أستاذ محمد أبو زيد، قراءتك لمستقبل هذا التصاعد الجماهيري والرفض الشعبي الواعي الكبير؟ طيب أنا في تقديري المستقبل لهذا الحراك الجماهيري ولهذه الانتفاضة في موجتها الثانية يعني هو بيتمثل في عدة اشتراطات. نعم ابتداء لا بد أن تكون هنالك قيادة مركزية ميدانية موحدة ولديها برنامج نضالي واضح جدا بأهداف واضحة ومحددة، وأيضا يعني هذا البرنامج النضالي ينتقل من مرحلة إلى أخرى بانتقال طبيعي وسلس. هذا من جانب. أيضا لا بد أن يكون هنالك اتفاق سياسي حول أهداف أساسية. صحيح الآن هنالك معسكرين في السودان، معسكر يوالي الانقلاب ومعسكر ضد الانقلاب. هذا المعسكر ضد الانقلاب فيه تباينات في المواقف وفي التقديرات السياسية، لابد أن تتوحد هذه التباينات حول مشروع سياسي، وهنالك مشاريع سياسية كثيرة جدا مطروحة في الساحة. يعني تجمع المهنيين يطرح مشروع، الليان المقاومة تطرح مشاريع، الحرية والتغيير طرح مشروع، وإلى آخره من المشاريع السياسية المطروحة، بالإضافة إلى ما لم يستكمل وما أخفغ فيه فيما يتعلق بإعلان قوى الحرية والتغيير التي تتأسست بموجب هذه القوى التي قادت الثورة. أفتكر كل هذه الوثائق يمكن أن يجلس عليها الفاعلين السياسيين وأن تستخلص منها رؤية سياسية موحدة تصبح دليل عمل نظري وسياسي لكل الثوار في الشارع. هذه مسألة مهمة جدا، وأفتكر هي نقطة مركزية في حسم موضوع عدم الاتفاق أو البديل الذي يتم الحديث عنه. أنا أفتكر بعد تجربة العامين من الانتقال في الإيجابيات والإخفاقيات أصبح من المهم جداً
أو أصبح هنالك يعني مراجع يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بالبرنامج الذي يمكن أن ينفذ فيما تبقى من الفترة الانتقالية، لأنه هنالك قضايا واضحة جدا تنتظر الإنجاز يعني إلى بلوغ الشعب السوداني مرحلة الانتخابات الحرة النزيهة، من ضمنها تفكيك بنية النظام السابق، من ضمنها سن قانون انتخابات، من ضمنها صياغة الدستور الدائم، من ضمنها آلية لمحاربة الفساد، من ضمنها تعداد سكاني، من ضمنها أشياء كثيرة جدا هي بتشكل أهداف وبتشكل مهام محددة لهذه المرحلة التي ينبغي أن تنتهي بنهاية هذه بتحقيق هذه الأهداف والانتهاء بفترة أو بانتخابات حرة نزيهة. نعم أستاذ بركات، يمكن لو تحدثنا عن مليونية اليوم، شاهدنا كيف كان التصاعد، كيف بدأت، كان هناك يمكن احترازات كبيرة جدا، قفل للكباري وإعلان عن ذلك، عن هذا القفل من فترة يمكن قبل أيام، لكن شاهدنا جموع المواطنين كيف تقدموا، كيف وصلوا إلى القصر، كيف حاوطوا القصر. الآن هناك اعتصام يجري داخل القصر، هناك أنباء تتحدث عن أن هناك فضل اعتصام، هناك استخدام للقمع، هناك استخدام للقوة المفرطة. كيف تقرأ وضع الحراك الجماهيري في ظل يعني استمرار استخدام القمع المفرط، مع تحذير دكتور عبد الله حمدوك ويعني حديثي في أكثر من مرة أنه لا مجال للعنف في الأيام القادمة؟ أولا دعنا نبدأ من الآخر، يعني فعلا أثبت اليوم أنه إعلان 21 نوفمبر هو غير قادر على حماية الشعب، وغير قادر على حقن الدماء، وهو الهدف الأساسي الذي تم توقيع الإعلان من أجله كما برر حمدوك. الشيء الآخر، أعتقد اليوم الشعب السوداني يعني أظهر بسالة نادرة في أنه أعلن عن هدف منذ أيام ليس بالقليلة، وتمكن رغم كل الاحترازات التي اتخذتها القوات الأمنية وغيرها والحشد وإغلاق الكباري وغيره من العقبات التي وضعتها الجهات الأمنية أمام السواد، إلا أنها تمكنت من تحقيق الهدف. وأعتقد أن لذلك يعني قوة يمنح السوار قوة كبيرة في أنهم قادرون على إعلان هدف وتحقيقه من خلال العمل الثوري، أيا كانت، مهما كانت العقبات، مهما كانت العراقيل، مهما كان العنف الذي يمارس، فأيضا قد تحقق، وهذا يمنح السوار حافزا ودافعا كبيرا للخروج لتحديد أهداف أخرى والوصول إليها، رغم أن في كل من يقف أمام ذلك. الحاجة الثالثة والمهمة، أعتقد أنه اليوم أثبت الثوار أن لآتهم الثلاث هي شعارات مرفوعة ستتحقق حتما مهما طال الزمن أو قصر، وأنهم يتسلحون بصبر لا محدود وببسالة وإرادة وقوة لا محدودة، وقادرون على تحقيق ذلك الهدف. أعتقد كل ما حدث اليوم من حتى وصول بالمناسبة وصلت بعض الولايات، أوفدت شبابها منذ الأمس أو الأمس، حضر سوار مشيا على الأقدام من مدني وسنار أعتقد وبعض الولايات، هنالك مناطق عندما تم إعلان أمس إغلاق بعض الكباري حضر السوار منذ الأمس واستضافتهم البيوتات في الخرطوم وسوار في مناطق أخرى داخل العاصمة. فأعتقد كل تلك الملاحم تشير بشكل واضح أن هؤلاء السوار والشباب قادرون على تحقيق أهدافهم، وأن اللقاءات الثلاث هو البرنامج السياسي الوحيد المطروح الآن والمؤهل لأنه ينجح ويحقق أهداف الثورة. نعم أستاذ محمد أبو زيد، يمكن يعني يمكن تحدثنا عن أن كيف الحشود، كيف المليونيات، كيف كذا، فماذا بعد ذلك؟ يعني هل هناك سيكون هناك نوع من الترتيب، خصوصا أنه يعني هناك تصعيد فيما تبقى من ديسمبر، اليوم استخدام للقمع والقوة المفرطة، ويعني حتى الآن الأخبار غير مؤكدة عن فض لاعتصام القصر أم لا، لكن هل يعني التصعيد القادم هل سيمارس، كيف سيكون استراتيجية تنسيقيات المقاومة واللجان الثورية؟ يعني دعنا يعني نقول بصريح العبارة أن يعني مليونية 19 ديسمبر حققت أهداف كبيرة جدا الآن. أولها أنها أثبتت حقيقة سقوط الانقلاب أخلاقيا وسياسيا
وبنفس الآلية التي صغط بها نظام البشير أخلاقيا وسياسيا في مرحلة من المراحل، ثم جاء الصغوط النهائي في 12 أبريل 2019. كيف صغط سياسيا وأخلاقيا؟ يعني أثبتت المليونيات بالحشد الكبير جدا وبخروجه في كافة مدن السودان، يعني أن القالبية العظمى من شعب السودان رافضة لهذا الانقلاب ورافضة لإجراءاته ورافضة لأن يساس الشعب تحت مظلة الاستبداد وتحت مظلة القمع. اثنين، أيضا كشفت هذه المليونية أن النظام الحالي ليس لديه رؤية سياسية ليقدمها ويقنع بها الشارع، وأيضا ليس لديه إلا الخبرة السابقة التي امتلكها من النظام السابق في المواجهة لحركة الجماهير الشعبية السلمية بالقمع المفرط. يعني الأنباء الآن تتحدث عن شهيدين وعن عدد من الجرحى، وبالتالي ليس هنالك ما للنظام جديد. حتى الإعلان السياسي الذي وقعه مع رئيس الوزراء أو الإعلان السياسي المرتقب الذي يروج له، يعني هذه المليونية أسقطت كل هذه الإجراءات وكل هذه الخطوات، وأكدت تأكيد تام على مسألة أهدافها وشعارات التي رفعتها منذ أول يوم: لا شراكة، لا شرعية، لا توافق مع العسكر إلى آخره. فهذه الشعارات حقيقة لآت الثلاثة التي ذكرها الأخ بركات، يعني الآن يتمحور حولها الشعب وتتمحور حولها كل القوى السياسية، وبالتالي يعني مليونية 19 ديسمبر اليوم حقيقة نقلت، يعني لو اكتفت يعني عند هذا الحد ولم يعني تنجح حتى في مسألة اعتصامات، أنا أفتكر أنها وضعت الحركة المقاومة لهذا الانقلاب أمام مرحلة جديدة وأمام تحديات جديدة أساسها هي الوحدة أو وحدة قوى المقاومة ووحدة قوى الثورة في مواجهة الانقلاب. وافتكر هذه مرحلة مهمة جدا في التطورات القادمة أو اللاحقة في والبرنامج المعد في هذا الشهر شهر ديسمبر. نعم. وبالتالي يعني من المهم جدا حقيقة يعني أن ينتقل الناس حقيقة إلى مرحلة توحيد الحراك الشعبي الواسع على أساس برنامج متكامل ورؤية متكاملة حقيقة تنقل الناس إلى مرحلة أخرى. نعم بإذن الله. الأستاذ محمد الأمين أبو زيد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا اليوم للحلقة. أيضا الشكر يمتد للصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بركات النجار. إذا مشاهدي الأعزاء هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، تحدثنا حول الذكرى الثالثة وخصصنا هذه الحلقة حول الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة. أيضا تحدثنا حول مليونية 19 ديسمبر وتعبيد الطريق نحو الدولة المدنية، وكذلك ناقشنا بيان رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك حول الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة. كذلك الشارع السوداني الآن ملتهب بشكل كبير جدا، مطالب بالمدنية ويسعى للحكم المدني الكامل والشامل. نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة من برنامجكم مع الحدث. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.